السلام عليكم ورحمة الله. بص يا جماعة، احنا متخرجش بقاله كتير، فانا قررت النهاردة ان انا اخرجه ورمشت شوية على البحر وجبت له حاجات وبسيط النهاردة، عشان هو بقاله كتير جدا جدا متخرجش من قبل الامتحانات، وهو زهقان وعمال يقول انا زهقان، فانا قررت ان انا هخرج وهنسيب جالنا وقتها. ايه رأيك يا احمد؟ ماشي، يلا تعالوا معانا بس بقى. قبل ما نبدأ اعملي لك مشكلته في الطلاق وتفعلوا الضغط وهي هتيجي نبدأ. يلا يلا خليكم معايا. دلوقتي يا جماعة هنصور مش لقيت غزل البنات. بص يا جماعة، احمد بقى جبته فين؟ مشينا على الكوبري، مشينا على الكورنيس. يا جماعة دلوقتي احنا اتمشينا على الطوبي والجو حلو بس بايدي شوية. دلوقتي يلا بقى عشان نجيب فطاي ونفطر بيه على التونيش. احنا دلوقتي يا جماعه بنتمشى زي ما انتم شايفين كده على الكورنيش، والجو برد والشمس مش طالعه بالرغم ان الساعه 11 الظهر، يعني الظهر قرب يأذن بس ما فيش شمس خالص، وتحسوا ان الوقت المغرب مش الصبح، ما فيش شمس وباين عليه كده هيمطر، بس المنظر روعه. المنظر هنا جميل جدا، الميه والسماء وهي شكلها صافيه كده، مش صافيه ده ملبشه بالغيوم، الجو شكله كده هيمطر، ربنا يستر. دلوقتي احمد جبت له غزل البنات وقاعد ياكل على الكورنيش، بس ما كانش لسه فطر، فيلا بينا بقى نروح على المخبز. احنا دلوقتي في المخبز اهو، واحمد بيختار حاجات. انا بحب كده اديله حريه الاختيار، يختار الحاجه اللي هو هياكلها او هيلبسها. فدلوقتي احنا في المخبز وهنجيب فطار وهنروح بقى ناكل على الكورنيش، وجنة وتوتة بقى في البيت عشان عندهم امتحانات وبيذاكروا. زي ما انتم شايفين كده احنا في المخبز، احمد محيرني، يعني ما بيختارش الحاجه بسهوله وما بيقتنعش برده باي حاجه بسهوله، لازم يختار الحاجه كده بدماغه زي ما انتم شايفين كده. ودخل بقى لي يا عمو اديني من ده، حاجه كده كانت بعيد خالص، وجبنا فطار ورحنا قعدنا بقى على الكورنيش. بصراحه كان يوم حلو ويوم ممتع، وشجعونا بقى هنعمل لكم فيديوهات انا واحمد كتير، عشان يعني ايام كتيرة جدا بتكون جنة وتوتة مشغولين في الدروس وفي المذاكرة. شوف يا نيوماني انت خيطتي. تاني يوم جميل واتفسحت واتبسطت، وتابعوني وانا هنزل لكم فيديوهات تتيلة، وانا وماما، واعملوا لايك واشتركوا في